تعرفون شنو يجرى انا وياه هيش اخوانا؟ لا شيء غير السيف. I grew up near the prison, and the prison guards were my neighbors. I was able to hear the screams and cries of the prisoners, and especially when a person was killed, I would hear everything while playing football with my friends behind the prison. We would sometimes go to Abu Ghraib prison to sell sandwiches and cigarettes to the visitors, guards, sometimes even the prisoners. I saw three guards beat a man to death with a stick and cables. When they got tired, guards would switch with other guards. I could only watch for a minute. Only for a minute without getting caught. But I heard the screams and it went on for hours. كنا سجين سياسي في أحد النظام البائد من سنة 1980 إلى سنة 2000، أطلق سراحي سنة 2012-5. مشينا بداية السبعينات، بدت الحركة الإسلامية بالانتشار بالعراق، وبداية احنا كنا طلاب بالمتوسطة، انا كنت بالثاني متوسط، وكنا نتردد على الجوامع والحسينيات ونتابع المحاضرات، كانت المرجعية انا ذاك ترسل خطباء ومبلغين للمساجد بمدينة الثورة اللي سميت بعد الآن بالوقت الحاضر تعرف مدينة الصدر. بهالفترة اعتقل أخويا كان صف ثالث كلية الهندسة، هندسة مدني في جامعة بغداد، واعتقل كان طالب بالجامعة اعتقل، وبقى فترة ما ندري بأخباره إلى أن انفتحت المواجهة مالته وقمنا نروح نواجهه. بعد التعذيب لمدة شهر نقلوني إلى مكان زنزانة معي أربع أفراد، اثنين من كلية الطب جامعة الموصل، أعدموا فيما بعد، وطالب من كلية العلوم من أهل مدينتي، وأنا خلونا في زنزانة ثمانية الأشكال صغيرة، والظلام فيها ليلة نهار. عم 80 بعد ما تم إعدام الشهيد محمد باقر الصدر على أيدي جلاوزة النظام البائد، نظام البائد، نظام صدام حسين، يعني صار ضغوطات علينا كبيرة ومتابعات من قبل العناصر الأمنية، اعتقلوا معظم أصدقائنا. أنا كنت طالب بصف رابع كلية الهندسة جامعة بغداد عام 80، اعتقل
معظم أصدقائي والطلاب بالكلية. 29/11/81 نقلت إلى بغداد للأمن العامة، ومنها في اليوم التالي إلى محكمة الثورة، كانت برئاسة القاضي مسلم هادي الجبوري، وانحكمت في 30/11 بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة، المادة 156. وحقيقة هذه المادة كانت قاسية جدا، أما إعدام أو سجن، ولكن السجن يختلف عن بقية السجون. طبعا أول ما جابوني بالسيارة أنا يعذبون بي، يضربون بي، لأن وصلوا المخابرات لبسوني كمام على عيوني كلبشة، ودخلت بالمخابرات ما أعرف وين أنا، صغير ما أعرف ما شايف شنو مخابرات، مركز شرطة ما فايتها. بعد كم يوم يجي نزلت التحقيق. ففي يوم من الأيام طرق الباب مجموعة من الجلاوزة وطلبوا من والدتي أنه وين سحر هالمعنى، يعني قالوا لهم، فقالت لهم شو تريدون من أدها؟ قالوا لها إحنا أمن جايين بس نريد استفسار بسيط وترجع ما تطول. قلت لهم شنو يعني الاستفسار؟ يا أنا طبعا البنت الوحيدة لأهلي، وكان يعني عندي أخوان 5، فأخذوني الأمن الديالة، وبعدين انتقلت إلى أمن بغداد، كانت الأمن العامة في بغداد. أخذوني راح بسيارة أفيات إلى مديرية أمن بابل، ما حققوا وياي بمديرية أمن بابل، ظهر أنا مطلوب الجهة أخرى، خلوني معصوبة عيوني ويدي موثوقة للخلف، خلونا بغرفة بس ما أعرف يعني المكان، سدوا باب. بعدين بالليل حسيت إنه هذا مكان يعني هو تواليت متر في متر. At sunset, they would put a hood over my head, and then they tied my hands. They took me to a lower level through like an elevator, and then a very narrow passageway. I mean, I couldn't see, but I knew it was narrow because the men kept pushing against me and hitting the walls. I wasn't resisting the whole time, but until they tied me to a bed. I started panicking and crying while I was begging them to let go of me. أكو قبل يسموها غرفة العمليات، هاي غرفة التعذيب. يسموها غرفة العمليات من التحقيق، من متى الترفيه ودي غرفة العمليات. فأخذوني غرفة العمليات وبدأ التعليق والقلع الأظافر إيدين ورجلين. دخلوني وأنا أمشي قبل غرفة التحقيق، كان محقق الرائد عامر، بس هذا اسمه الحقيقة هو بس معروف رائد عامر، محقق بوقتها محقق بالأمن العام سنة نهاية 1981. أعترف مسؤولك ومسؤولياتك كل شيء مريد منك، رأسا طبعا تعليق بالسقف، أساليب التحقيق معروفة للكل، يعني يستخدمون كل أساليب التحقيق، يجردون معتقلهم أو الشخص، يجردون من ملابسه بدون يستخدمون، يربطون الكهرباء بكل مكان بجسمه من أذان الرجل اليد أي جزء من جسمه، يربطون الكهرباء ويخلي هذا ويضربون فد 3-4 بديهم، ناس كيبلات، ناس هذه الهروات الثقيلة القوية المؤذية يعني.
كان السجين بعد الحكم ينقل إلى سجن أبو غريب يسموه قسم الأحكام الخاصة. قسم الأحكام الخاصة فيه جناحين، جناح 156 يسموه القاف، والأجنح الباقية لا يسموها الأقسام المفتوحة. القاف هو جناح مغلق، باب مكتوب عليه مخزن بطانيات، عندما يجي يزور مسؤول دولي أو محلي يمر في ممر السجن ويذهب للأقسام المفتوحة يقرأ هذا مخزن بطانيات. من ينفتح الباب للأكل ممنوع واحد يقترب من عنده. احنا تدخلت في بناية تتكون من 20 غرفة، 10 غرف في الطابق الأسفل و10 غرف في الطابق الثاني الأول، 5 بـ5 متقابلة فوق 5 بـ5. كان في كل غرفة تحتوي من 40 إلى 50 سجين، ولا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا قبل القرآن، لا زيارة عوائل ولا اسمه، فقط التعذيب الليلي يسمونها الحفلات الليلية. يجي الأمن في الليل يختار من كل غرفة بصورة عشوائية 1 أو 2 ويعذبوهم، هم يعني كانت لذتهم في الحفلات الليلية، ورجعوهم لغرفهم بدمائهم بجروحهم يرموهم بالغرف، والليلة التالية كذلك. عرفتي احنا ليش جايبيك، يعني جايبيك هنا؟ قلت له لا والله ما اعرف ليش. قال لي احنا نريدنا تعترفين عن عملك ونشاطك بالجامعة. فقلت له يعني انا يعني عملي طبيعي، يعني ما عندي فد عمل مميز، يعني اداوم اروح الكلية وارجع للقسم الداخلي، وعلاقتي يعني ما عندي علاقة زايدة عن هذا عن اكثر من هذا. طبعا اعتيادي اني ادري انه اذا اتكلم واقول اني عن كان عندي نشاط يعني فات شيء، يعني اثبت التهمه اللي هم يريدوها يعني يلقوها علي. فظليت فراسا ما طولت، يعني بعد ما كملت هاي الجمله بدت باللسع بالكهرباء على وجهي، لاسعات كهربائيه ما اعرف منين على وجهي على رجلي على المكانات اللي بارزه من عندي، فعلى على ايدي على وجهي، يعني لسع بالكهرباء. أني أفتر بهاي الغرفة بين الجدران، أتنقل من مكان لمكان، بدأ بالركل، بدأ بالضرب، بدأ بالراجدي، بدأ أتكلمي أحكي. أنا ظليت ساكتة معها إلى أن تعبت كلش من الضرب والعصي، قال لهم أخذوها. They forced my clothes off and laid me down on my back while dragging me by my legs across the hot pavement until my back was bloody. أول ما دخلنا قسم الأحكام الخاصة كان أكو قسم المحجر يسموه القسم التأهيلي. هذا قسم محجر يخلوش بيه تقريبا 2 شهور 3 شهور يأهلوش للسجن حتى تستقبل السجن، ما تنصدم بناس هذول شنو كل واحد صار له قط 2 أو 3 سنين هواية، يعني واحد يجي هسه ويشوف واحد صار 3 سنين 4 سنين كلش هواية. فهذا قسم المحجار يسموه قسم التأهيلي، يبقونه في القسم بقل هاي القاعة وقاعدين بيه احنا، يجيبون أكل شرب ويجون ياخذون هم الأمن المخابرات العمال يجون ياخذون يدزون على واحد يوم ياخذون معلومات منه. فالإنسان من يحكي عن نفسه قد يروح في طريق زايد في المبالغة وغيره، ولكن القاف فيه نموذج قابل للتصديق. فيه عائلة آية الله السيد محمد سعيد الحكيم 40 واحد معي، احنا تقريبا 2001، العدد تقريبا 2001. كانت الحياة صعبة، النوم مثل سمك السردين في العلب، يعني النوم متخالف وفيها حمام واحد، والظروف قاسية، ولا يوجد لا كتاب ولا قرآن ولا دعاء، فكنا نقضيها في الصلاة والصيام. بالضبط 2.25 متر من الداخل في 3 أمتار أكو حمام، هو حمام ومرافق،
متر في متر أو متر وعشرة في متر، هذه طالعة من الغرفة. فالمساحة اللي باقية يوصل العدد بها 36 شخص. وهاي الباب مال الزنزانة ممكن الأقفال مالتها ما تنفتح، مرات تمر 4 أو 5 أشهر القفل ما ينفتح، مو الباب، القفل مال الزنزانة ما ينفتح. فتصور يعني هذه البشر اللي شمس ما تدخل لها، لأنه أصلا هي ما بها شباك، بها أكو فتحة قريبة من سقف الزنزانة، وهاي الفتحة ساديها لاحمين عليها بليتة، البليتة الزار فيها بالدريل 50 أو 60 زرف مو أكثر، فتحات قطرها يعني ما يتجاوز النص سنتيم، 5 مليم يمكن كل فتحة. الثقوب يعني هاي ثقوب بالبليتة ما تتجاوز 60 ثقب. ورا هاي البليتة من الخارج أكو ساحبة، ورا البليتة من الخارج أكو ساحبة. أنا كنت بس أسبح وأدعي إلى الله سبحانه وتعالى، وكنت دائما أستنجد بالإمام صاحب الزمان، كنت أحس وياي يعني أقول يا إمامي أنت موجود وعايش ويانا، وتدري هاي حال الأمة هيك وصل وحال الناس وإحنا من أنظارك. أول ليلة بهذه بالشعبة الخامسة قاعد قدامي كان شخص معمم سيد، وجاب بصفي ربطه بقنينة الغاز، إحنا رابطينه بصفي شخص شيخ معمم. بالثنتين بالليل بعد ما هدأوا ذولا راحوا شو اسمه انتهى التحقيق تقريبا، صار هدوء المكان، وهذا نقدر نحرك شوية الوصلة اللي على عيننا. الشيخ سأل السيد قال له أنت منو؟ قال له أنا سيد علاء الحكيم. قال له أنت منو؟ قال له أنا الشيخ ماجد البدراوي. واحد رحب بالثاني. الشيخ سأل السيد قال له أنت شنو قضيتك هاي؟ طلع ورقة بيضة من جيبه، قال له أنا مثل هاي الورقة البيضة كل شيء ما عندي. اللي عرفته بعدين بعد ما دخلت بالتوقيف كان هذا تقريبا السيد صار له سنتين يعني بالمكان. تقريبا بهذا المحجر بالقسم التهديب واللي هو اسمه المحجر، تقريبا شهرين ونص نزلونا للأقسام. هاي أقسام السجن، أكو شباك مشبك بين هذا والسجن، بين المحجر والسجن. نزلنا للسجن، بدينا بسم الله الرحمن الرحيم سنة 1981 دخلنا بال81. فنزلنا وزعونا على أقسام، أنت هنا أنت هنا، وزعونا يطونا شرطائف فارغة، أنا كل شيء من عندي فراش وما أدري إيش. بدينا نعرف شنو هذا السجين، شنو اللي دا يصير بالسجين، شلون نتصرف، إيش نحكي. القبلنا يعلمونا دير بالك تحكي، دير بالك ترى أكونا وكلاء يوصلون حكي عليك، ترى خاف نفذت هسة يأخذك من الإعدام الشيء. فعايشون برعب، وانت لازم تعيش برعب يعني قسم الحكاية الخاصة، مو أي كلام يعني ضد صدام حسين يعني، هذا مو أي واحد يعني. فبقينا يعني مرعوبين فد سنتين ثلاثة، خايفين ما أحكي ويا أحد، حتى اسمي ما أنطي صحيح. ما طبعا بالمناسبة احنا بالمخابرات ماكو أسماء، أرقام. أنا لحد الآن أتذكر رقمي، أتذكر رقم زندانتي، زنزانة 26 رقم 116. فما ننطي أسمانا، يقول لي وين أهلك؟ ما أنطي عنوان أهلي، أخاف حتى من السجين وياي. ليش؟ يعني بعد نمطمئنين، يجوز هذا وكيل، يجوز هذا عنصر من المخابرات، عنصر من الأمن ويانا بالسجن. فظليت صامدة الحمد لله، ولم أنطق الكلمة يعني، وظليت أواجه التعذيب إلى أن في يوم من الأيام واجهت كثير من الأذى، إلى أن وصل التعذيب طبعا بالفلق شديد جدا،
يعني علقون رجلي في خشبة ويبدون يضربون على أقدامي. طبعا لازم أنزع الجوارب، فهي لما لبستني بجامة حتى لما ترفع رجلي يكون أمان يعني، فينزعون الجوارب ويبدأ الضرب بالكيبل. الكيبل هو صوندة عريضة بداخلها حديدة، يعني سيم من حديد قوي، حتى لما تصير الضربة ما تصير الضربة بس من الصوندة البلاستيكية وإنما بقوة الحديدة. أول مرة أساليب التعذيب، امرأة أو رجل لا يدخل للتعذيب في ملابس، هذه أول أسلوب بإهانة كرامة الإنسان. ثانيا كل الأساليب متاحة ومباحة لدى الأمن مع الرجال والنساء، وأنا أروي لك محطات من القضية. المحطة الأولى في الأمن العامة، أنا ما بغيت كثير ليلتين بس أكون عاشت كثير. الأمن العامة كانت زنزانة صغيرة لا تتجاوز 3 أمتار 3 أمتار، من ضمنها الحمام حيطة مو مغلق، يعني ارتفاع 1.5 متر الشكل بيحنا فيه أول. طريقة التنفس به في هالثلاث أمتار يعيشون بين 35 إلى 40 نفر بطريقة الوقوف على رجل واحدة. ولذلك أحد الأخوة المهندسين قال لو الله أتاح لنا ونطلع لأؤلف كتاب اسمه الزنزان، الوقفة اللقلقية في الزنزانة العفلقية. فنوقف على رجل واحدة حتى نوفر يعني 1.5 متر ينامون جماعة، ينامون بطريقة معينة لمدة ساعة. 30/12/1986 بقاطع الإعدام 480 واحد. 30/12 صدام دي عمر بالسعودية، دي عمر بيت الله وقع فايل الإعدام بين مراح وإجا عدمه 480 واحد. هذا يوم تاريخي نادر جدا أن السجناء يعرفوه، نادر جدا. عبارة عن موقف ب24 غرفة، طابقين، طابق أرضي وطابق أول. كل طابق 12 غرفة. أنا خلوني بالغرفة رقم 20 بالطابق الثاني. بعد أيام افتهمت إنه أخواني اثنينهم بغرفة 23. غرفة 20 قدامها ممر، وغرفة 23 صايرة بهذا الممر. أنا وقت اللي جابوني بالموقف يعني كنت مريض متأذي من التحقيق، ما أقدر أوقف، فبقيت فترة تقريبا من نهاية شهر العاشر إلى يوم 5/12 أنا ما أوقف، وأكل ما أقدر أكل وقليل أشرب مي، وهذا إلى أن دهورت حالتي الصحية. وصلت يوم 5/12 الموقوفين اللي وياي الله يرحم الشهداء منهم والله يطول أعمار البقاء منهم يلطف بيهم، ظلوا يدقون على الباب وقالوا هذا عندنا واحد راح يموت. وآخر شيء قالوا لهم شو اسمه، قالوا لهم محمد خزعل. فأخواني قام يصيحون، هم هم يدقون للحرس تعالوا خذوه. وصار يعني موقف يعني مؤلم بالهذا، الكل قام يبتشون يقولون ذول أخوته خطية عرفه. عشنا في هاي الفترة رعب ما أقدر أنساه ولا أنساه. وأتكلم بيه لأولادي هسه الآن، من أحجينهم يقولوا لي مرات أولادي يسألوني شو بابا هيك سويت، أحجي لهم كل فترة فترة شو أحجي لهم، فكل فترة فترة أحجي لهم حتى يعرفون أبوهم شنو.
ما كنت نايم أنا ولا في يوم صفقت الصدام حسين. خلصت أحلى سنين عمري ما حسيت لا بمراهقة ولا بشباب. يسحلوني يودوني الموقف، فآخر مرة بعد هذا التعذيب، مرتين هذا التعذيب انشليت يعني ما أقدر أتحرك بعد كلش، يعني ضليت أسبوع أنا يعني لا إيد ولا رجل، يعني يودوني للحمام ويجيبوني. كانت أم نبيل هاي الأخت الفاضلة اللي كانت موجودة بالموقف، طبعا هاي قصتها يعني، هذه انحكمت مؤبد وهي كانت حامل، كانت حامل بشهر هال يعني أشهر يعني السابع أو السادس، فهي حامل وانحكمت، فالمفروض تنحكم إعدام حسب القانون، ما ممكن، فينزلوها نزلوهم للإعدام إلى أن كونها حامل، حكمت مؤبد، زوجها انحكم وياها بنفس الوقت إعدام. هي ما طلعوها سودوها للسجن، خلوها بهذا الموقف اللي تستقبل به، بقت بالموقف قرابة أكثر من يعني قرابة 10 سنين أو شيء، فتستقبل ناس وتودع ناس بالموقف مو بالسجن. موقف اللي بعدين لما صارت ولادتها ظلت تصيح تعيط وتدقدق بالبيبان، يجوي عليها أخذوها خلوها بسيارة الإسعاف، سيارة الإسعاف ولدت بحيث ما قدرت توصل للمستشفى، لفلفوها بخرقة وشي يعني حتى ملابس ما عدها، ما قدرت تعد ملابس للطفلة مالتها، وجابتها وجدتي للموقف رجعوها، وظلوا الأخوات يداروها الموجودات وياها إلى أن كبرت الطفلة، صار عمرها 4 سنين، هي ما تعرف شنو ناس شنو بشر شنو حديقة شنو درج شنو كنتور. يعني خطيبها في كليتين عتهم في الكلية اعتقلوهم يعني على قضية كبيرة كانت، فهي وخطيبها بس بعدها ما عاقدين يعني ماكو عقد قران بيناتهم، بس مجرد كلام يعني، وهستوهم يعني معاقدين خط مخطوبة. فالحكمة وإعدام، هي طيلة فترة قضائها مع الأخوات شابة طالبة كلية صف ثاني كلية، كانت طيلة هاي الفترة كانت تعد نفسها لاستقبال الإعدام، وكان المحقق اسمه أبو جواد كان يصر أنه هي عندها شيء لازم تحكيه، وكان في آخر لحظة قبل إعدامه كان يعذبها عذاب قوي وشديد حتى تعترف، يعني حتى لحظة الأخيرة من الإعدام. فهي كانت تعد كفنها، والبنات أيضا وياها يعدون كتابة الكفن، فعادة الكفن يعني اللي يكفن به الإنسان قطعة من القماش ويكتب عليها يعني دعاء الجوشن ودعاء العديلة، آيات قرآنية، ياسين، حتى تساعد هذا الإنسان لما يموت. فهاي عدت هذا الكفن المكتوب، طبعا هذا الكتابة بطريقة سرية لأن إحنا ممنوع عندنا الأقلام، ممنوع عندنا، كان في فترات مداهمة تصير ويفتشون، فإذا يلقون شيء صادروا ياخذوا، بس هي تدخل لنا يعني بطريقة أو بأخرى تدخل لنا، يعني ناس كانت شوية متعاونة ويانا، وكان عن طريق المواجهة تحت الطعام أهلنا رسائل أو فتشي أو مرات كتب. أنا حتى يعني حتى دخل لي راديو بطريقة، يعني دخلت راديو وقدرت أن أستمع يعني أسمع الراديو بنهايات الليل، يعني تحت الفراش أخلي راسي وأسمع الأخبار وأشوف شكو ماكو بالدنيا يعني. جتي هاي يعني الأخت لبست الكفن وسترت نفسها يعني ملابس يعني عدة أشياء، لأنها يعني يستعملون تعذيب حتى يعني يعرون المرأة يعني، ويحاولون أنه يأذوها أمام الشخص المقابل، يعني أمام خطيبها أمام زوجها قبل الإعدام، يعني كلش يعني هاي القضية مستمرة يعني، أو دائما كانوا يمارسوها يعني مع النساء خصوصا. فهي صاحوها للإعدام
بدت تتهيأ، صار يوم الإعدام مالتها، فهي اغتسلت، دخلت تغتسل غسل الشهادة، فهي ودت تغتسل كانت تردد: النور ملؤ عيوني والحور ملك يميني وكالملاك أغني في جنة ونعيمي. طبعا صوتها كان حنين، صوتها كان يعني شجي، يعني كل شون الطير اللي يريد يروح يعني يسافر، يعني يروح من طيور الجنة، يعني شون طيور الجنة. فهاي كانت هي جميلة وحلوة وشعرها لطيف، ويعني كل يعني صفات الفتاة الجذابة المؤمنة الأنوثة واضحة وصغيرة بالعمر، يعني عمرها شقد؟ عمرها ما يتجاوز 20 سنة. فهي تغني وتلتب، لبست الكفن ولبست ملابس الحجاب وارتدت، والأخوات دموعهم الصب عليها وحضنوها وودعوها وراحت. وراحت هناك يعني طلبوا طلب يعني أنه عقدت قرانها في اللحظة الأخيرة من الإعدام، قبل الإعدام بلحظات. خلصت 9 أشهر بالموقف هذا، قل شوية علي التعذيب، مو بذاك الشدة يعني، أقل التعذيب، لأن يعني كوني مسوي عملية وظلت تلتهب العملية، لأن أنا قمت ما أداري نفسي، ظليت أبقى مريضة حتى لا يأذوني ويعذبوني، فدائما متأذاية وأشتغل وأسوي أعمال صعبة وأتحرك بالموقف وأسوي فت حركات حتى الجرح ما يطيب. يعني أنا تعمدت بهذا حتى أخلص من التعذيب. أنا كنت متوكلة على الله وكنت مسلمة أمري لله سبحانه وتعالى، وكنت دائما أرجع من التعذيب وأرجع لمن أنتظر هاي الفترة الـ9 أشهر، أنا كلها دعاء وتوسل ومناجات إلى الله سبحانه وتعالى، حتى كنت ما أله لحظة ولا أخلي ببالي لحظة أنه يروح خيالي غير موضوع، بس مجرد أتوسل إلى الله وبالأم الأطهار أن أخلص من هاي من هذا البلاء. يعني بعد شهر طلعت من مستشفى الرشيد العسكري، رجعوني للزنزانات. رجعت يوم 3/1/1982 لزن، تقريبا شهر، يوم 5/12/81 لغاية 3/1/82. يعني بدينا اليوم سجن نشعر به بسنة. كل فترة زمنية بقسم الأحكام الخاصة اللي المعارضة للصدام، كل فترة زمنية إلها معاملة. ما من الثمانين 81 للـ88 شنو نتعامل نورمال طبيعي. بالـ90 طبعا صدر العفو مال 88، طلعت فئات كثيرة، بقينا القلة القليلة، احنا بحدود ال تقريبا ال 100-150 واحد، احنا اللي جرائمنا شديدة جدا، يعني اللي المعارضين اللي يعتبرنا ضمن المادة القانونية الأقوياء، المعارضين الند، أكو مواد يطلعها بالعفو، تسب وقذف تهجم وما أدري شنو هاي يطلعها، بس إحنا اللي موادنا صعبة وقوية يبقينا بدليل إنه بقيت 21 سنة. مواقف التعذيب أو مواقف اللي مرت بها أو مواقف النساء أو مواقف الرجال كثيرة، وهناك مواقف بطولية وهناك مواقف للنساء بطولية. يعني أحيانا امرأة عارية مكبلة بقنينة الغاز ومن يأخذونك للتحقيق تكلمك ما تخاف من الأمن، الأمن يضربها بأحذيته، تقول لك صير رجال صير بطل موت تعترف. اللي شفته لازم أقعد يوميا أتذكر إذا يصير بكل سنة وبكل يوم اللي جرى علينا بزمان صدام عكس سجول العالم كلها.
يوم يختلف عن يوم، مو عبارج كل الأيام تشبه أيامها، لا. هو ثقي أنه حياطين الزنزانة ما تأذي، ما أذتني حياطين أبدا ولا الزنزانة، بس تأذينا الممارسات اللي كانت تحدث بالزنزانة. الزنزانة قدر تقفل عليك البوب والحياطين تقعد هاي إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى، لكن الممارسات اللي تتمارس علينا داخل السجن هاي التألم، هاي التعذيب والإهانة حتى كان ما بس يعذبون إنا، اسألي كل السجون مو بس يعذبون إنا، لو إحنا ما يخالف كانوا حتى هن من يجون بالمواجهة يعذبون إنا. حقوق الإنسان اللي هسه تدافع عن معتقلين البعثيين، وين كانت هاي المنظمات؟ يعني إحنا أبسط حقوق ما كانت لنا، يعني لا أكل ولا لبس ولا شرب ولا خبر عن الأهل، أبرياء ما كنا أي شيء بعدنا. صدام حسين كل اللي عندنا هو رفض إله والسياساته والفكرة، مختلفين وياه بالفكر، ما عندنا يعني ما عندنا، ما قتلنا منهم ولا قتلنا عوائلهم ولا قتلنا من أبنائهم. أنا لو كان الآن بعثي مخلص يرجع إلى وطنيته ويرغب بصدق، أنا أحتضنه، وإن كان لا يوجد في ظني، لا يوجد، ولكن لو بصدق أنا أحتضنه، لأنه إحنا ظلمنا ونكره الظلم لكل إنسان في أي بقعة، مهما كان دينه، مهما كان مذهبه، مهما كان اعتقاده، نكره أن يظلم الإنسان، وهذه هي من ديننا. أنا عذبت مع والدي سوية علقونا في مديرية الأمن العام. العام نعم. المرة الأولى سوية علقونا وربطوا الكهرباء في جسمي وجسمه حتى مرة واحدة احنا نصعق بالكهرباء، وأيضا استخدموا بعض الأدوات الكهربائية استخدموها في جسمينا. هاي مرة ثانية أيضا علقوني أمام ناظريه، كان جالس وكان مدير الشعبة السياسية أمام جالس. أمام من علقت؟ أمام ناظر والدي. نعم، كان جالس على الأرض وكان مدير الشعبة السياسية جالس. ما هي التهمة التي كانت توجه؟ كانت التهمة هي التالي: المحقق اللي اسمه رائد عامر زين قال له الوالدي احكي شوف ابنك دا يموت، انا معلق. نعم. وجهه صار ابيض. كان عمرك بذاك الوقت 17 سنه. 17. نعم نعم. قال له شوف ابنك دا يموت احكي، قال له انا ما عندي شيء اتكلمه. ثم ابني شنو علاقته؟ عندك شيء معي اللي انت تعامل وياه؟ هذا اتركه، هذا طفل. اجابه مدير الشعبه السياسيه، قال له احنا اليوم الحكم بايدينا. هذا رائد، غير رائد عامر مدير الشعبه السياسيه، كان قاعد مدير الشعبه اللي اسمه سعدون او زهير. نعم سعدون. نعم. قال له اليوم الحكم بيدنا، لا نرحمكم ولا نرحم عوائلكم. عن ماذا اعترف؟ بايش اعترف؟ انا دخلت للغرفه. نعم. هو كان سابق علي، قال له لا نرحمكم ولا نرحم عوائلكم ولا نرحم اطفالكم، واذا انتم اجيتوا الى الحكم لا ترحمونا، لا ترحمون عوائلنا ولا ترحمون أطفالنا. أنا سمعت ذلك بأذني. هذا اللي أقول لك سيادة القاضي، أنا عشت معاناة طلعت بهذا النتيجة. أكو تلذذ بعملية التعذيب. أنا أكتفي بالحق العام، أما الحق الشخصي فأنا لست من طلاب الدنيا. أنا أنظر بعين الرأفة والرحمة إلى الأطفال وإلى النساء، بالتالي أسقط حقي الشخصي
وأتمثل مقولة الرسول الأعظم لمشركي قريش: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللقاء تدرين بعد فراق، وأني الابن الأكبر الأهلي، وبعد يعني الحمد لله والشكر يعني صار اللقاء بعد ما تدرين يعني بيه مؤلم انه اخواني ما كانوا موجودين. يعني لان توفت والدتي الله يرحمها، انه عندها فد امنية انه لو نحصل لها عظم من كل واحد حتى تسوي له قبر وتزوره. يعني الحمد لله والشكر بعد الله سبحانه وتعالى. يعني عندي اخوتي اثنين من صار هذا قد علي نزموهم، طلعوا للسويد يخافون شباب صغار، طلعوا موجودين لحد الان من سنه 1979 1980 ما دخلوا العراق بعد لحد الان. امي لقيتها تعبانه مره كبيره، مره 70 سنه فوق 70 سنه. ابوي ايضا تعبان، يمكن شافوني كم شهر وتوفوا اثنيناتهم بينهم بين امي وابوي من شهر. بعدين تزوجت بال 2001 خلفت اولادي. هذا كل ما صار درب السجن.